بالعلم ويا العمل ضريري جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، لحين اكتمال العدد يا شباب، مهندسة هدى، نقدر لو تقدر يا أستاذة نجلة أو أستاذ إبراهيم، لو تتفضلوا. مهندسة هدى جاهزة في الحاجتين اللي احنا كنا اتكلمنا فيهم المرة اللي فاتت، إن هما هيبقوا سيرش كده، اللي هما الكاثوديك بروتكشن و التايبس اوف ايرثينج. مهندسة هدى جاهزة يعني تتكلمي عنهم شوية في عجالة ولو في دقيقتين، لو كنت راجعتي يعني او حضرتي او كان عندك وقت. المهندسة شيماء برضو، المهندسة شيماء من الدعم ولا معانا بتتدرب؟ الصوت واضح يا شباب؟ واضح، تمام. ما حضرتش للاسف وما لحقتش اسمع. طيب ماشي مهندس، ده ما فيش مشكله. طيب احنا عموما تقدري برضو ايه، عشان تبقي متواصله معانا، احنا كنا حاطين جزء كده للسيرش اللي هو بيتكلم عن نقطتين اتنين، التايبس اوف ايرثنج اللي هي انواع التقرير، اللي هو التي تي سيستم والاي تي سيستم والتي ان اس والتي ان سي اس والتي تي، تمام. كنا حاطينهم، والكاثوديك بروتكشن كنا برضو حاطينه عشان نقطة بحث. مهندسة شيماء، تدريب ايه؟ تدريب معانا ولا تدريب مع الدعم؟ تقصد طالب، ماشي. طيب تمام، مهندسة شيماء ما حضرتيش المرة اللي فاتت. طيب، محضرة عن التقرير، تقدري تتكلمي، تاخدي المايك وتتكلمي. لو تقدري ادينا رقم واحد، والأستاذة نجلة هتتفضل تديك المايك، تكلمينا عن اللي انت حضرتيه او تكلمينا عن اللي انت قريتيه في الجزئية دي. تمام، ممتاز. لو تكرمت يا استاذه نجله، لو تدي بس المايك للاستاذه للمهندسه شيماء عشان تكلمنا في عجاله في ما لا يتخطى الدقيقتين عن نظام التقرير، انظمه التقرير او انواع انظمه التقرير. مهندسه شيماء، حضرتك شابكه المايك للجهاز. طيب استاذه نجله بتسال حضرتك، لو انت شابكه المايك هي تقدر تديك المايك دلوقتي. طيب ندردش لحين ما طاقم الدعم يتواصل مع المهندسة شيماء ويشوف الترتيب ايه. معانا المهندس محمد، معانا المهندس مصعب. المهندس محمد، جهزت حاجة عن النقطتين بتوع السيرش بتوع المرة اللي فاتت؟ طيب أستاذة نجلة، لو تقدري تفيدينا بخصوص ال إن إحنا ندي المايك للمهندسة شيماء، ولو ما أمكنش خلاص ما فيش مشكلة، نقدر نبدأ المحاضرة وبعد كده إن شاء الله الناس ترتب، ممكن يعرفونا قبلها على المهندسة إيمان. أهلا بيك مهندسة إيمان. طب ممكن أكتب، يبدو ان المهندسة شيماء ما عندهاش مايك او مش شبكة. بالله ما فيش مشكلة. طيب ما فيش مشكلة. طب مهندسة شيماء، معلش يا هنتأسف لحضرتك، عشان وقت الكتابة طبعا هياخد وقت، فلو تكرمتي لو تقدري تلخص لنا الموضوع في ورقة او اتنين وتحطه لنا على المنتدى بتاع الدورة، يكون فضل ومنة وجزاك الله خيرا. وانا بشكرك ان انت الوحيده اللي حضرتي او اللي تابعتي معانا وجهزتي الجزء اللي احنا بنتكلم فيه. المهندسه ايمان لسه داخله حالا، هل المهندسه ايمان حضرت حاجه او راجعت حاجه في الجزئيه اللي احنا كنا متكلمين عنها في الكاثوديك بروتكشن والتايبس اوف ايرثنج؟ من النقط المهمه جدا يا شباب، ممكن ارفعهم بكره لان مفيش مايك. خلاص اوكي، مفيش مشكلة. طيب
مفيش مشكلة، ممتاز. يبقى خلينا نتناقش أو نتبادل المعلومات اللي احنا جمعناها على لينك منتدى الدورة اللي نشرته الأستاذة نجلة دلوقتي. فبس رجاء رجاء النقطة اللي بنتكلم فيها، يعني احنا النهاردة مثلا ضيعنا على نفسنا شوية، أنا عن نفسي مش هتكلم فيها. ليه؟ لأن محدش حضر فيها، محدش اشتغل فيها. وأنا بشكر تاني، الصوت واضح كده يا شباب؟ المهندسة هدى بتقول إن الصوت بيقطع. لو الصوت واضح عندكم ادوني واحد. وأصبح لا يوجد صوت الآن. المهندس محمد الصوت واضح عنده. مهندس إبراهيم، أستاذ إبراهيم الصوت واضح، واضح ما يقطع. كويس. يبقى المشكلة عند المهندسة هدى، أرجوكي اخرجي وادخلي تاني. ممتاز. مهندس مصعب، مصعب برضو ولا معاذ؟ معاذ، أهلا بك مهندس معاذ، وجه جديد النهاردة مهندس معاذ، أهلا بك، تشرفنا. طيب مبدئيا يا شباب، انا زي ما قلت لحضراتكم انا مش هتكلم ولا هشرح حاجه في النقطتين اللي احنا كنا متكلمين عنهم، ان هم يكونوا تحت السيرش، وهعتبرهم اتشفتوا للمحاضره اللي بعد كده. مهندس رائد، اهلا بيك مهندس رائد. يلا هنبدا ان شاء الله المحاضره بتاعتنا النهارده. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن البي او كيو، وازاي تقرا البي او كيو في بنود الوايرنج ديفايسز. اتكلمنا عن بنود اللوحات، واتكلمنا عن بند المولدات بالتفصيل، واتكلمنا عن التفصيلة بتاعة البند بالكامل، وازاي تقرا البند، وازاي زي ما بيقولوا كده تفصص البند. كلمة تفصيص البند دي ليها مسمى في التكنيكال اسمه البريك داون، الايتم بريك داون، او البند، تحليل سعر للبند. تحليل سعر للبند ده بيطلب غالبا من مهندسين المكتب الفني اللي هم بيشتغلوا في التسعير. احيانا بعض الجهات يقول له انا عايز تحليل سعر للبند ده تحديدا، يعني عايز ايه؟ يعني عايز يكسر البند كل جزء لوحده. بمعنى ايه برضه؟ يعني يعمل، يقول له البند ده هيكلف كذا توريد وكذا تركيب، تمام؟ التوريد بينقسم لنقل ومشتريات وهالك، ويفرد الايه الجزئيه دي. التركيب بيتكلم مثلا عن مواسير، عن اكسسوارات، عن اسلاك، عن لو في مناهيل محمله على البند، لو في ضغط بنك، لو في اي حاجه من الحاجات دي، بيبدا هو بيعمل حاجه اسمها البريك داون للبند. بالمناسبة يا جماعة، الناس الجداد اللي هو مثلا مهندس رائد، مهندس معاذ، الناس اللي ما حضرتش معايا المحاضرة اللي فاتت، يقدروا يراجعوا المحاضرات اللي فاتت على الأستاذة نجلة النهاردة. أنا شفت اللينك بتاع محاضرة الأول، محاضرة رقم واحد على اليوتيوب، يقدروا تراجعوها اللي ما حضرش. والمحاضرة رقم اتنين إن شاء الله برضو الأستاذة نجلة، أول ما تخلص فريق الإعداد إن شاء الله، أول ما تخلص يرفعوها برضو، بحيث اللي ما راجعش او اللي ما اشتغلش معانا في المحاضرة رقم اتنين يراجعها قبل ما يخش في المحاضرة رقم ثلاثة، في الوصلة او الجزء الصغير ده بس، عشان يوصل اللي فات باللي ايه باللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. هنتكلم النهاردة عن بند الكابلات. بند الكابلات قسم الدورة على الموقع في المحاضرات المسجلة والمنتدى. مشكورة مشكورة استاذة نجلة. هنتكلم عن الكابلات. بند الكابلات حاطط لي هنا بيقول لي مالتي كور كابر كوندكتور اكس ال بي اي انسوليتد بي في سي شيست فيدر كيبل. يعني ايه الكلام ده؟ الكابلات عندي بيوصفها طبقا للعزل اللي هو بيحطه على الكابل، العزل اللي بيحطه في الكابل على الكوندكتور بتاعه. بمعنى ايه؟ احيانا يقول لي مثلا بي في سي على بي في سي، او اكس ال بي اي على بي في سي. ده معناه ايه؟ الاكس ال بي اي ده نوع من انواع العزل اسمه كروس لينكد بولي ايثيلين. كروس اللي هي الاكس دي، كروس لينكد متشابك، بولي ايثيلين البولي ايثيلين المتشابك، تمام؟ ودي طبقه عزل بتتحمل لحد 90 درجه مئويه، يعني ظروف التشغيل بتاعته
بيتحمل فيها لحد 90 درجة مئوية. كويس. البي في سي اللي هو بولي فينايل كلورايد، البولي فينايل كلورايد بيتحمل درجة أقل شوية، بيتحمل لحد 70 درجة مئوية، وده أول فرق ما بين الإكس ال بي إي والبي في سي في الشيسنج أو في الإنسوليشن بتاعي. أحيانا يقول لي الكابل ده بي في سي على بي في سي، أو يقول لي إكس ال بي إي على بي في سي، وبالتالي أنا أقدر من اللي أنا قلته، الجملة اللي أنا قلتها دي أو جملة الفرق بين الكابلين، أقدر أحدد مين هيكون أغلى. مين هيكون أغلى يا شباب؟ تتوقعوا مين؟ معذرة تاني بكرر في المحاضرة الثالثة إن أنا بتعامل مع الناس كلها على إن إحنا إيه؟ على إن إحنا كلنا لسه فريش جراديويت جونيور. تمام؟ ممتاز. المهندس محمد قال اكس ال بي اي، والمهندسه هدى قالت اكس ال بي اي، مظبوط، لانه بيتحمل درجه حراره اعلى وبالتالي مواصفاته افضل، وبالتالي هيكون اغلى في السعر عن البي في سي على بي في سي، وبالتالي لازم تاخد بالك قوي من منطوق البند. وتروح برضو، خلينا نتكلم، يعني احنا برضو على فكره شباب، احنا بنتكلم في المحاضره دي او في الكورس ده عموما، مش بنتكلم عن مهندس في مكان معين بعينه، يعني ما بنتكلمش مثلا على مهندس الموقع بالذات، او مش هنغير، او مش هنتكلم حاجه عن المهندس المكتب الفني، لا، لو قابلتنا حاجه تخص شغل مهندس المكتب الفني هنقولها، لو قابلتنا حاجه تخص المهندس الاستشاري المشرف هنقولها، قابلتنا حاجه تخص المهندس الاستشاري المصمم هنقولها. تمام؟ وبالتالي هو ده بيتوقف برضو على ايه، على مدى مشاركتكم معايا. بمعنى ايه؟ لو حضرتك قارنت ما بين المحاضرات اللي احنا بنقولها دي دلوقتي على اكاديميه ملتقى الدارين والمحاضرات اللي عندي مثلا على قناه اليوتيوب، تمام، هتلاقي فرق شاسع ما بين الماده العلميه والاثراء اللي حاصل هنا على ملتقى الدارين وعندي على قناه اليوتيوب. انا عايز اقول لكم ان الماتيريال اللي انا بشتغل منها دي، اللي هو عرض الباوربوينت ده، انا عدلت عليه، ده نمره واحد من ناحيتي انا. نمره اتنين، مجرد كلامكم ونقاشكم معايا في الشات ده بيخليني اطلع اللي جوايا، لذلك انا كنت المحاضره اللي فاتت مصر على ان انتوا تشاركوني في الشات. لازم انت تتكلم معايا وتقول لي، انا مش عايز احس ان انا بكلم الكمبيوتر اللي قدامي، لا، انا عايز احس ان انا يعني بتفاعل والناس بتتفاعل معايا. انا ما بحبش التعليم السلبي. تمام كده يا شباب؟ عشان كده انا بقول لك ايه، اتكلم معايا، حاورني، قول لي ايه اللي انت فهمته وايه اللي انت ما فهمتوش، قول لي عيد تاني، قول لي لا الحته دي خلاص ما تستطردش فيها قوي عن كده. اديني لو عندك معلومه انت شايف ان انت المعلومه دي ممكن تفيد غيرك قولها. لو عندك سؤال، حتى لو، مع احترامي لكل الشباب اللي موجودين، حتى لو سؤال انت شايف انه غبي، لا، قوله، ممكن غيرك يكون مش عارف، وبالتالي انت بتستفيد وبتفيد غيرك. لو انت عندك حاجة انت عارفها ممكن تحطها في شكل سؤال عشان غيرك يستفيد بيها. تمام كده شباب؟ طيب، اذا ارجع تاني للنقطة اللي انا اتفرعت منها دي، انا كنت بتكلم بخصوص المكتب الفني. المعلومة اللي تهم مهندس المكتب الفني انك انت لما تلاقي كلمة اكس ال بي على بي في سي لازم تروح تشيك وانت طالب عرض. كنت سألت حضرتك المحاضرة اللي فاتت بنسمي الايتم على اساس ايه؟ بنسمي ولا بنحدد الامبير والكلام ده كله؟ لا، انا اتذكر ان انت قلت الرمز بتاع الايتم، يعني تقصد مهندس محمد مصطفى، تقصد الرمز بتاع الايتم اللي هو هنا ده، اللي هو مثلا كي واحد كي اتنين، ولا ايه، ولا تقصد الرمز هنا زي الكي؟ ممتاز، يبقى انا فهمت قصدك بدري. تمام. هنا هو الراجل مرتب قوي، يعني زي ما قلت لحضراتكم المحاضره اللي فاتت ان شاكر دقيق لابعد الحدود. تمام. حاطط هو كي واحد وكي اتنين وكي تلاته زي ما احنا شايفين. المهندس محمد مصطفى بيسال بناء على ايه او حطها ازاي؟ لا، دي حاجه هو
هو حاططها عنده هو تسمية لنفسه، تمام؟ فبالتالي انت كمهندس بتعمل توصيف للبنود عادي، بس غالبا المقايسات بتاعة الكهرباء بتبقى بالترتيبة دي، اللي هي ترتيبة ايه؟ بحط رقم واحد الكابلات، اللوحات، اسف، بحط اللوحات، بعدين بحط الكابلات، بعدين بحط مثلا الايرثنج سيستم، بعدين بحط الـ منع الصواعق، بعدين بحط مثلا الوايرنج ديفايسز اللي هو مثلا السوكيتات والافياش والمفاتيح الفصل الديسكونكت سويتش والكلام ده كله، بعدين بحط اللايتنج لومينيرز، تمام؟ بعد كده بحط السويتشز وهكذا. يعني انا مثلا كمكتب استشاري ليا ترتيبه معينه شغال بيها، دي طريقه معينه بشغل بيها المهندسين بتوعي، بيرتبوا بنفس الكيفيه اللي انا شغال بيها، تمام؟ وضح كده مهندس محمد؟ تمام. ارجع تاني للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، لو ان انت مهندس مكتب فني ومطلوب منك انك انت تسعر البنود دي، انت محتاج ايه تراجعه؟ لازم تتأكد إن المورد بتاعك طريقة الكتابة بتختلف من مكتب لآخر. ممتاز، تمام. حتة إن المهندس يراجع أو يحط التسعير، لازم يتأكد الأول إن منطوق البند زي منطوق البند اللي جاي له من المشتريات أو من الشركة اللي هتبعت له عرض السعر. بمعنى إيه؟ يعني انا هنا مثلا منطوق البند بيقول لي مالتي كور اكس ال بي على بي في سي، ما ينفعش المورد يبعت لي سعر بي في سي على بي في سي، لازم انا اكون واخد بالي كويس جدا لانه ممكن يحطني انا في الفخ ده، وبالتالي انت كمهندس لسه بادئ لازم تتاكد من منطوق البند. طيب بعد كده بيقول لي 6 من 10 على 1 كي في، ده جهد اللو فولتج. اللو فولتج بيتوصف كده 600 فولت على 1 كيلو فولت، 600 على 1000 او 6 من 10 على 1 كيلو فولت. Installed inside conduits or above cable trays. اذا محمل على البند ايه؟ محمل على البند طريقة التمديد نفسها. وطريقة التمديد هنا هو قايل لي يا اما في ايه؟ يا اما على ايه؟ يا اما في مواسير يا اما على كيبل تري، تمام؟ وبالتالي وانا مهندس مكتب فني لو بسعر البند لازم احط في حسباني ان انا ارجع للمخططات اشوف الكابل ده متمدد في مواسير ولا متمدد على كيبل تري ولا بيجمع بين الاتنين، وفي كام متر بمدده في مواسير وفي كام متر بمدده على كيبل تري. وانا بعمل البريك داون للسعر او انا بحلل السعر بتاعه في التسعير لازم اخد في حسباني طريقة التمديد. واضحة كده يا شباب؟ طيب في توصيف البند بيقول لي 4 في 240 ام ام سكوير، ده معناه ايه يا شباب؟ حد يعرف معناه ايه؟ اللي يعرف معناه ايه يكتب لي في الشات. مهندسة شيماء بتقول القطر 4 طرف، مهندسة هدى 4 أسلاك، مهندس محمد مصطفى مساحة كل طرف 240، تمام. طيب ممتاز، إجابات صحيحة. أنا عايز أقلل الدايرة. كابلات مساحة المقطع 4 في 240. أحمد يونس، مهندس أحمد يونس اهلا بيك مهندس احمد. مهندس احمد يونس مهندس كهرباء ولا مهندس ميكانيكا؟ طيب ايه الفرق بين ان هو يقول لي 4 في 240 ام ام سكوير او ان هو يقول لي 4 سي في 240؟ ايه الفرق يا شباب؟
مهندس محمد بيقول مساحتهم كلهم 240. ممتاز، كابل يحتوي على 4 طرف. مهندس هدى، طيب، او 4 اسلاك منفردين. ممتاز. طيب هو كونه يقول لي 4 في 240 هي بالظبط كانه قال لي 4C multiplied by 240 mm square. ال 4C معناها 4 كور، كور يعني قلب. كور يعني قلب، تمام؟ وانا بفضل نطق الكلمه دي عن كلمه سلك. لان كلمه سلك انا بعتبرها ان هي ايه؟ كلمة تخص الفنيين شوية أو تخص العوام اللي ما يعرفش يعني إيه كابل. الكابل ده 4 قلوب. القلب ده عبارة عن أسلاك جوه، القلب نفسه عبارة عن أسلاك، أسلاك شعيرات اللي هو ستراندد. بنشوف طبعا الكابل من جوه، القلب نفسه ده عبارة عن شعيرات ملفوفة على بعضها ومجدولة جدل بطريقة معينة، تمام؟ وبالتالي ده اسمه قلب مش سلك، تمام كده؟ هو عادي لو قلت عليه سلك، لكن انا بقول لحضرتك التفصيله اللي هي ادق، او التفصيله اللي انا شخصيا بفضلها، تمام؟ اسمها 4C multiplied by 240 اللي هي 4 كور، مقاس كل كور منهم 240 ملي متر مربع. طيب الكابل ده توصيف العزل بتاعه ايه؟ حد يقول لي كده يا شباب توصيف العزل ايه؟ محدش بيرد ليه يا شباب؟ توصيف العزل. برافو مهندسة هدى، تمام. مهندس محمد مصطفى اتأخرت ليه في الرد؟ اكس ال في اي على بي بي سي زي ما هو قايل لي فوق، طالما هو حطها لي وما غيرش في البنود اللي تحت يبقى التوصيف اللي فوق ده شامل لكل اللي تحت منه، عشان نبقى واخدين بالنا. ما فهمتش السؤال من الاول، معلش. تمام ماشي يا مهندس محمد، مفيش مشكله. انا اقصد يا مهندس محمد ان هو ليه ما حطش التوصيف هنا، ما حطش التوصيف هنا وقال لي اكس ال بي اي على بي بي سي هنا، ما كتبليش كده اكس ال بي اي على بي بي سي ليه؟ لان هو اوريدي حاططها فين؟ اوريدي حاططها فوق هنا اهي، تمام؟ كويس كده يا شباب؟ طيب اللي بعدها بيقول لي 4 في 150، اللي بعدها 4 في 120 وهكذا. يبقى انا كده خلاص عرفت ان الكابل ده 4 كور، طب فين فردة الارز؟ فردة الارز هو مش حاطط فردة إرث هنا، مستخدم 3 كور للفازات وحاطط الفازة الكور الرابع للإيه؟ للنيوترال، لكن مش حاطط فردة إرث، تمام؟ واضح شباب؟ دي نقطة تانية لازم مهندس المكتب الفني يبقى واخد باله منها، إن أنا لما آخد سعر منه هو طب ليه؟ هو حاطط التوصيف بتاع البند كده، عشان تعرف ليه بقى، ليه هو استخدم كده من غير فردة إرث، لازم ترجع للمخططات تعرف هو الراجل ده استخدم كده من غير فردة إرث ليه، تمام؟ وبالذات ان الكابل ده مش مسلح، ما هو لو مسلح انت ممكن تستفيد بالتسليح على انه ايه، على انه مكان فردة الإرث، لكن ده مش مسلح وهو مش حاطط له فردة الإرث، طب ليه؟ يبقى ترجع تسأل نفسك، طب هو ما حطش ليه؟ بص كده تحت هتلاقي ايه؟ كاتب لك في بند لوحده سنجل كور كابر كوندكتورز اكس ال بي انسوليتد بي بي سي شيست فيدر كيبل 6 × 10 على 1 كيلو فولت 1 في 70. شايفين؟ كابل واحد مقاسه 70، وهنا كابل واحد مقاسه 35. ليه؟ دول بتوع الإرث، تمام؟ دول بتوع الإيه؟
بتوع الارث. طبعا المقايسه انا ما حطيتهاش كلها، انت لما تلاقي المقايسه قدامك كلها هتعرف التفاصيل بتاعت ايه؟ بتاعت كل كابل وكميته. المفترض ان كميه مثلا ال 240، ال 240 بحط له ارث كام يا شباب؟ حد يعرف؟ كابل ال 240 فردة الارث بتاعته بحطها له كام؟ نص الفازة. جبت الكلام ده منين يا مهندسة هدى؟ التلت على ما أظن. مهندسة إيمان على ما تظني منين؟ من السوق. لا، من السوق دي مهندسة هدى ما تقعيش في الخطأ ده. من السوق دي أنت كمهندسة لازم تفهمي ليه اتحطت كده. يعني أنا لما أقول 4 في 240 زائد 120 يبقى لازم اقول ال 120 دي محطوطه كده ليه؟ مين اللي قال انها تبقى 120؟ تمام؟ لما اقول 4 في 150 زائد 70 هي ليه 70؟ واتحطت بناء على ايه؟ دي حاجه مهمه جدا جدا لازم تتعلموها وانتوا لسه في بدايه حياتكم. ايه هي؟ اسال نفسك ليه وازاي؟ اسأل نفسك ليه وازاي. اي حاجه تقراها او اي حاجه تشوفها تقول لنفسك ليه وازاي. جاوب على سؤال ليه عشان تقول هي اتحطت كده ليه او اتقالت كده ليه. طب ما اتقالتش بشكل تاني ليه؟ تمام. ويقول ازاي عشان تجاوب على سؤال طب بتتركب ازاي، طب بتتصنع ازاي، طب بتشتغل ازاي، طب لو عملت ايه يبقى ازاي. تمام. سؤالين مهمين جدا لازم تطرحهم على نفسك لما تقرأ أي حاجة جديدة، تقول ليه وإزاي. ماشي، واضحة السلايد يا شباب؟ حد عنده استفسار؟ آه أنا ما قلتش ليه، محدش قال لي أنت ما قلتش ليه. طيب اقول ليه؟ طب ليه نص الفازه؟ المهندس محمد مصطفى بيسال ليه نص الفازه؟ الكود بيقول ان الحد ال 16 مللي. الكود بيقول ارجع للكود المصري مثلا. حد فيكم قرا الكود المصري يا شباب؟ او حتى يعني بص فيه كده او راجع فيه سريعا او قرا، احتاج لنص، فقره، مقال، اي حاجه يعني قرا كده او بص فيه. اللي قرا في الكود او اطلع على جزء منه او يعرف حاجه عنه يدي رقم واحد. المهندسه هدى بتقول صفحت جزء البرايز والاضاءه. ماشي كويس. طيب واضح ان مفيش غير المهندسه هدى والمهندس احمد يونس قرا شويه. واحد دي معرفش ان هو متفق معانا ولا ان هو قرا في الكود. طيب عموما حاولوا تقروا في الكود، الكود المصري بالذات طبعا معمول بالعربي، هتستفيد منه على الاقل لو تخصص لنفسك جزئيه انت عايز تستفيد منها او حابب انك تتعمق فيها. الكود مش للمذاكره يا جماعه، مش زي كتب الجامعه انك تقعد ايه تجيبه من اوله لاخره وتستنى امتحانات والكلام ده كله. لا، الكود عايز انت مثلا شغال في جزئيه الكابلات عايز تتعمق اكتر وتقرا اكتر في جزئيه الكابلات، يبقى تروح للحته المعينه دي على الاقل. على الاقل لما تتصفح زي ما المهندسه هدى بتقول انا تصفحت كده جزء البرايز والاضاءه، لو بتتصفح على السريع هتقدر فيما بعد لو ظهرت عندك مشكله او قابلتك حاجه عايز تتاكد منها او ترد عليها او تحمي نفسك من ان انت تقع في مشكله بسببها، هتقدر تمسك الكود وتطلع منه المعلومه بسهوله، مش هتقعد ايه تذاكر من جديد. واضحه؟ طيب نرجع تاني للنقطه اللي انا اتفرعت منها. النقطه اللي انا اتفرعت منها ايه اللي جاب سيره الكود؟ ان انا بقول لحضرتك انت ليه بتحط ال 240 بتحط لها فرده 120 سنجل كور نص الفازه. تمام؟ ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم المجلد العاشر
في الكود المصري بيتكلم عن التقريض. المجلد ده فيه هتلاقي فيه تقريبا في تلته الاولاني هتلاقي فيه جدول حاطط لك فيه مقاسات الكابلات وحاطط لك فيه مقاس كابل القرص المناسب، وقايل ان لحد ال 16 بتستخدم نفس الايه؟ نفس المقاس بتاع الفازه، يعني قلت 4 في 16 يبقى زائد 16. في الكود الامريكي بيسمح ان انت تستخدم نص ال 16، يعني اللي قبل ال 16 تستخدم نص الايه؟ اللي لحد 16 تستخدم نص الفازه. بمعنى 4 في 10 زائد 10 يبقى تستخدم 5 في 10 لحد ال 10. الكود الامريكي بيقول مفيش مشكله 4 في 10 زائد 10 او 5 في 10. تمام؟ الكود المصري بيقول لحد ال 16 تشتغل ايه؟ 4 في 16 زائد 16. من ال 16 لا تقدروا تراجعوا عليها. من ال 16 لحد ال 300 او اكتر سواء 400 او 500 او 630 بتستخدم نص الفازه، وادي العله في ان انت اخترت نص الفازه. لذلك انت لو سالت نفسك طب ليه هو بيحط نص الفازه؟ هتبدا تدور على المعلومه وتجيب اصلها. وضحت؟ سلايد واضحه شباب ولا في استفسار قبل ما ننقل؟ طب ليه الكود فرض كده؟ الكود فرض كده مينلي عشان الكوست. دي نمره واحد. نمره اتنين، هو لقى ان حسابات التقريض لما بيجي يحسب حسابات التقريض بتاعته ان الكابل اللي بيتحمل شورت سيركت كذا، الكابل بتاع التقريض بتاعه بيكون نصه، فيتحمل الايه؟ يتحمل الشورت سيركت ده. تمام؟ وضحت السلايد؟ انقل. ملخص اللي قلناه كله انك انت سواء بتنفذ او بتسعر لازم تقسم بنود المقايسة لبنود منفصلة، يعني خضعوا لتجارب عملية انتجت هذا القانون. مظبوط. اكيد. شوفوا مبدئيا الكود سواء كان الكود المصري او الكود السعودي او الكود القطري، عموما الاكواد العربيه يعني تقريبا معظمها مشتق من الكود الامريكي ال ان سي. تمام؟ هتقول لي جرب. انا ما اعرفش هم جربوا ولا لا، يعني انا شخصيا وانا باخد دوره مثلا في الكود المصري في المركز القومي للبحوث سالت الدكتور عادل الملوالي اللي هو كان وما زال تقريبا حاليا لسه هو ماسك لجنه الكود، يعني هو رئيس اللجنه. سالته على النقطه دي، قال في بعض الحاجات فعلا هم بيشتغلوا عليها فعليا. يعني هنضرب لحضراتكم مثال هو كان ضربه وقتها واحنا بناخد الدوره دي معاه. كان بيتكلم عن ان هم طرحوا قصه ان هم يحطوا سلكه التقريض ضمن المقايسات بتاعه المشاريع اللي هي الحكوميه. فكتير من الوزارات رفضت الموضوع ده وقالوا لا ده احنا كده هنغير كتير قوي في الايه في المنظومه وما ينفعش، وتهاجموا بقوه ان هم ينفذوا النظام ده. بس هل ده معناه ان كل الوزارات مش شغاله بيه؟ لا، في وزارات شغاله بيه وفي وزارات بتعمل تقريض. بدليل اهوت انا المشروع اللي احنا شغالين عليه ده مشروع مع دكتور شاكر. الدكتور شاكر في مشاريعه كلها بينفذ التقريض. اي مشروع بيصممه او بيشرف عليه الدكتور شاكر بينفذ التقريض فيه. الاي سي جي مثلا، الاي سي جي اي مشروع بتصممه او بتشرف عليه لازم برضه تنفذ التقريض. تمام؟ يبقى اجابه سؤال المهندس هدى ان هم في بعض الحاجات خضعوا لتجارب وعدلوا، بدليل ان بينزل كل فتره تحديث للاكواد سواء كان مثلا المصري او الامريكي او السعودي او القطري، بينزل تحديث للاكواد بناء على ايه؟ بناء على الجديد والمتطلبات اللي بتظهر. تمام كده؟ اذا
اهم شيء سواء بتنفذ او بتسعر لازم تقسم المقايسه لبنود منفصله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما احنا اتكلمنا في الجزء اللي فات ده كده كله، انك بتمسك الكابلات لوحدها، بتمسك المولد لوحده، بتمسك اللوحات لوحدها، بتمسك الاناره لوحدها، بتمسك السوكيتات اللي هي الوايرنج ديفايسز لوحدها. يعني ايه بتمسكها لوحدها؟ بتمسك البند بالكامل تفصل فيه كل جزئيه على حده. تمام؟ اجي اتكلم على اهم سلايد في الكورس بالكامل. يعني انا بشوف ان السلايد ده، انا يا جماعه تقريبا عشان اجهز السلايد ده ممكن اكون قعدت فيه مثلا ما يقرب من 3 او 4 ايام عشان ارتبه واطلعه بالشكل ده. او والله بصدق يعني. بس انا بشوف ان ده ملخص لكل اعمال الكهرباء في اي مشروع. ممكن يكون بلس ماينس، لكن يعني غالبا انا الحمد لله برضو بعته لناس تراجعه، مهندسين زمايلي برضو يراجعوه عشان لو عنده اضافه يضيفها، لو عنده حاجه يقول لي لا يعني احذفها ملهاش لازمه او كده. تمام؟ انا عايز اوصله لحضراتكم ان السلايد دي اهم سلايد في الكورس بالكامل، سواء الجزء الاولاني او الجزء الثاني او حتى الكورسات اللي احنا ايه اللي احنا بنديها المدفوعه. تمام؟ الكورس ده لو انت فهمت السلايد دي كويس قوي ورسمتها في دماغك، هتقدر تتحرك منها لجزئيه جزئيه على حده. كونك في بدايه حياتك فانت ايه، انت عايز اطار عام تمشي جواه، ادي الاطار العام اهو. تمام؟ عشان تروح بقى من اطار عام لحته جزئيه صغيره تفصل فيها، انت هنا واقف مثلا على سبيل المثال. خلينا ناخد، معلش يا جماعه انا يعني هطول معاكم حبتين في السلايد دي، لان انا زي ما بقول لحضراتكم انا بشوف ان هي مهمه جدا، ولو فهمتها هتفهم الاطار العام لشغل الكهرباء. تمام؟ طيب هنا مثلا انا عندي السلايد الشرح بادئ من هنا، ادي ايه لو قسمناها كده نصين اهو. تمام؟ في نص يمين ونص شمال، دي تقنية اسمها تقنية الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية تقدروا برضو تقروا عنها وتشوفوا التقنية دي نفس طريقة تفكير أو نفس طريقة معالجة المعلومات في دماغك، بتبقى بالشكل ده كده. تمام؟ تقدروا تقروا عنها وتتوسعوا في الموضوع. لما تيجي تشتغل على أي حاجة بالطريقة دي بتكون سهلة جدا في التعامل وفي الحفظ او في تلقي المعلومه بالشكل ده. حضرتك استخدمت برنامج ايه؟ لا ده مش برنامج، هو في برامج على فكره، في برنامج اسمه المايند مابس تقدروا تنزلوه، اعتقد في منه نسخه للاندرويد ونسخه ونسخه للويندوز اعتقد. دوروا عليه بس كده، مايند مابس. ده يعني لو انت مش عايز ايه، مش عايز تشغل بالك برسم وبتاع، لكن انا راسم دي على الاوتوكاد، مش انا راسم دي على الاوتوكاد وجايب صور وبتاع على الاوتوكاد برضه. يعني تقدر تعملها على الوورد، وتقدر تعملها على الباوربوينت، تقدر تعملها على الاوتوكاد، تقدر تعملها على البينت، يعني زي ما انت عايز. المهم ان الفكره تكون في دماغك. على فكره الطريقه دي بتستخدم في حفظ القران. يعني لو دخلت كده مثلا قلت الخريطة الذهنية لصورة مثلا الفاتحة أو لصورة البقرة، حطيت لك صورة البقرة كاملة في خريطة ذهنية بنفس الشكل ده كده، يقول لك من الآية كذا للآية كذا بتتكلم عن الفقرة الفلانية، وحطيت لك ملخص للإيه وعاملها مشايخ كبار. يعني الخرائط الذهنية دي في ناس يعني من المشايخ الكبار جزاهم الله خيرا شغالين على الموضوع ده وبذلوا فيها مجهود كبير. ممكن السلايد هتنزل على المنتدى. بالمناسبه يا جماعه، الاستاذه نجلاء ناقشتني في الموضوع ده النهارده على منتدى الدوره، بتقول لي انت لسه ما نزلتش السلايدز لحد الان. انا ما نزلتش السلايدز زي ما قلت لحضراتكم في اول المحاضره، انا لسه شغال في الماتيريال بتاعت المفروض ان هي كانت السيشن رقم واحد فين؟ على القناه بتاعتي. انا خدت الماتيريال دي على سيشن واحده في نص ساعه تقريبا او في ساعه الا تلت على القناه بتاعتي لو انتوا راجعتوا الفيديوهات. تمام؟ لكن انا بقول لحضراتكم ان مراجعه المعلومات مع بعضنا وكل واحد بيسال سؤال وانا من الشات بتاعكم
بتقول لي مثلا، بتوجهني في اتجاه معين فبدردش معاك فيه، بفتكر حاجه معينه وانت بتذكرني وانا بشرح معاك كده، غير لما اكون بسجل فيديو وعايز ارفعه على اليوتيوب، مختلف تماما. تمام؟ ان شاء الله ان شاء الله غالبا هنخلص ان شاء الله الماتيريال النهارده اللي هو السلايدز، هنرفع السلايدز ان شاء الله بالكامل، هنرفعها على المنتدى بتاع الدوره لحضراتكم، تقدروا تنزلوها في اي وقت. تمام؟ نكمل كلامنا عن الخرائط الذهنيه. الخرائط الذهنيه بتستخدم لشرح اي حاجه، زي ما قلت لحضراتكم تقدروا تراجعوها وتقدروا تقروا عنها كتير. نرجع للسلايد بتاعتنا. السلايد بتاعتنا مقسومه نصين، نص يمين ونص شمال. النص اليمين ده للانترنال وورك، نص اليمين للانترنال وورك. انا كاتب هنا حتى يمكن بس عشان الصوره صغيره شويه، الانترنال وورك. النص الشمال external work، شغل الكهرباء، يا إما أعمال داخلية يا إما أعمال خارجية. أعمال جوه المبنى، أدي أعمال داخلية بتبقى جوه المبنى، وفي أعمال خارجية اللي هي أعمال بره المبنى اللي هي أعمال الموقع العام. كويس كده؟ ممتاز. هبدأ أشتغل على الداخلية. ننسى النص ده دلوقتي اللي هو الشمال، نتكلم في النص اليمين. النص اليمين الداخلية فيه عندي من فوق خالص الأجهزة اللي هي الديفايسز، اليو بي اس لو عندي، اليو بي اس لو عندي في المشروع. طب ممكن ما يكونش عندي، لو مش عندي خلاص، بس أنا حاطط لك إيه؟ صورة جنرال. بعد كده اللايتنج وورك. اللايتنج وورك في أعمال الإنارة، في كشافات نورمال، وفي كشافات امرجنسي. تمام؟ ايه الكشاف النورمال وايه الكشاف الامرجنسي؟ اتكلمنا المره اللي فاتت عن حاجه تخص النورمال والامرجنسي. حد من اللي حضروا اللي فات المحاضره اللي فاتت يفكرني اتكلمنا ايه فيما يخص النورمال والامرجنسي؟ الله، ممتاز ممتاز ممتاز. لوحات التوزيع كان فيها اساسي واحتياطي. ماشي، هنمشيها. هي مش لوحات التوزيع، هي المولد كان فيها اساسي واحتياطي، ولوحات التوزيع كان فيها نورمال وامرجنسي. هنمشيها يا مهندسه شيماء، مفيش مشكله. ممتاز. لوحات التوزيع فعلا كان في مهندس من المهندسين سال وقال ان، او كان قال في الشات ان الان دي معناها نيوترال. واحد من المهندسين برضه رد عليه وقال له لا، ان يعني ايه؟ تقريبا المهندس محمد مصطفى رد عليه وقال له ان يعني نورمال و امرجنسي، واي يعني امرجنسي. تمام؟ اذا عندي في الكشافات يا اما نورمال يا اما امرجنسي. الكشاف النورمال هو كشاف متوصل على ايه؟ على الكهرباء العاديه، كهرباء الجنريتور. تمام. لا مش كان، طيب ماشي. ماشي. الكشاف النورمال بيتوصل على الكهرباء العاديه اللي هي جايه من الشبكه، من شركه الكهرباء مباشره. الكشاف الامرجنسي له حالتين، يا اما يكون ببطاريه، يعني البطاريه دي بتشحن من الكهرباء اللي جايه من شركه الكهرباء الفتره اللي متوصله فيها، وبعد كده لما الكهرباء بتفصل البطاريه هي اللي بتتولى ايه؟ هي اللي بتتولى الاضاءه، تغذيه اللومينير فيما بعد في الفتره اللي فاصل فيها الكهرباء، او ان انا بوصله على لينيا منين؟ واخده من لوحه امرجنسي، واخده منين؟ من المولد بتاعه. تمام؟ يبقى اذا الكشاف النورمال بيتوصل على الشبكه العاديه مباشره. الكشاف الامرجنسي له حالتين، يا اما البطاريه، يا اما متوصل كشاف نورمال عادي خالص، بس انا موصله منين؟ موصله من المولد. طيب، في تقسيمه حسب طريقه الايه؟
حسب طريقة التركيب. دي تقسيمة حسب الايه؟ حسب الفانكشن، حسب الوظيفة نفسها. هو بيديني في النورمال البطارية اللي هو اليو بي اس. لا مهندس محمد، البطارية اليو بي اس مبدئيا بيتحط وبيتصمم عشان يغذي السوكيتات، يغذي السوكيتات اللي هي بتغذي ايه؟ اللي هي بتغذي حاجات اساسية ما ينفعش اطلاقا ان هي ايه؟ تفصل. بمعنى ايه؟ انا مثلا عندي سيرفر للشركة اللي انا فيها، تمام؟ السيرفر ده شايل الموقع بتاع الشركة وشايل كل الداتا بتاعت الشركة، وانا ما ينفعش افصل السيرفر ده مثلا عن العملاء بتوعي، لازم الموقع بتاعي يبقى شغال باستمرار. وبالتالي انا محتاج الايه؟ سوكيتات بس ولا ممكن جزء اضافي؟ اليو بي اس مينلي للسوكيتات، مينلي للسوكيتات. لكن انا بصراحه يعني انا ما شفتش حد في المشاريع اللي انا اشتغلت فيها اشتغل اليو بي اس خلاه لتغذيه اضاءه، تمام؟ طيب اليو بي اس يعني ايه يا شباب؟ اليو بي اس او اختصار لايه؟ عليكم السلام مهندس مصطفى. اليو بي اس اختصار لايه؟ لا انا في حاجات بتعامل فيها على ان انتوا يعني الى حد ما عارفين، بس طالما ما بتوقفنيش فانا بعديها وبشتغل عليها. يعني انا لولا ما جنب البشمهندسه مهندسه كهرباء، المدام عندي مهندسه كهرباء، كنت واخداها في الكليه بس نسيت الاسم للاسف. فلولا ما هي بتفكرني ببعض الحاجات كده وانا معاكم يعني ما ممكن اسقط منكم. فلو في حاجه عدت في النص لازم انت ايه؟ لازم انت تقول لي لا اقف، ايه دي؟ تمام. اليو بي اس اختصار ل uninterruptible power supply، اللي هو جهاز امداد طاقه غير منقطع، يعني ما بيفصلش. ده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بطاريات ليهم دايره شحن. انا في الوقت العادي باخد كهرباء من الشبكه، دايره الشحن بتحول لدي سي عشان اشحن البطاريات. بعد كده لما الكهرباء بتفصل هو بيحس اوتوماتيك، فبيقوم فاصل الدايرة بتاعة الشحن ومدخل دايرة الايه؟ دايرة التفريغ، يقول للبطاريات ادي باور للحمل بتاعي، تمام؟ البطاريات بتكون محسوبة على قد ايه انا هشغل الحمل بتاعي الوقت اللي انا عايزه، والحمل ده قد ايه، تمام كده؟ وضحت ده باختصار يعني. برضو في حاجة عايز يعني اقولها لحضراتكم يا شباب، انا بتعامل في الكورس ده على ان انا بفتح لك بس المواضيع، يعني احنا بس بنكسر الايه؟ بنكسر الكلاكيع اللي هي في وسط الشغل عشان تبدا انت تتحرك وتبقى عارف الخط اللي انت هتشتغل فيه. يعني انا مينلي مش عامل الكورس عشان ايه؟ عشان اتكلم بالتفصيل عن حاجه معينه، او مثلا امسك المواصفه اقعد اقرا كل سطر لا. انا يعني مثلا لو تلاحظوا مثلا احنا اتكلمنا عن المحاضرة اللي فاتت، اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن الدوكيمنتس اللي هي بتنزل مع التندر دوكيمنتس. اتكلمنا عن ان في خمس حاجات من التندر دوكيمنتس بتتقدم بتبقى موجودة مع العطاء. الحاجات دي قلنا ان هي البي او كيو والسبيسيفيكيشنز والابندكس والشروط والمواصفات والسبيكس، تمام؟ الخمس حاجات دول اتكلمنا عنهم بالتفصيل في بند ايه؟ ها؟ في بند المقايسة بس. لا اتكلمت عن مواصفات، ولا اتكلمت عن شروط، ولا اتكلمت عن ابندكس، ولا اتكلمت عن مخططات لسه. ليه؟ لان انا بديك خطوط عريضه بس. الجزء الاولاني ده انا يعني حاطط فيه خطوط عريضه،
بعد كده بقى هنرجع نتكلم، مثلا نمسك اليو بي اس نتكلم فيه بالتفصيل، وندي فيه واجب عشان الناس ما ايه ما تقراش وما تعملش الواجب، ونتكلم عن الإنارة وتفصيلاتها بقى، بتتركب ازاي وبنجيبها منين، والشركات المشهورة وازاي تفرق بين مش عارف ايه، والتفاصيل الكتيرة اللي هي جوه الموضوع. لكن انا دلوقتي حاليا بفك لك بس الايه اللي هي شوية علامات الاستفهام او الخطوط العريضة بتاعت الموضوع عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. تمام، نرجع تاني لموضوعنا. احنا قلنا نمرة اتنين اللي هو الخط رقم اتنين ده الاحمر ده الانارة. اتكلمنا في الاول عن اليو بي اس، وبعدين اتكلمنا عن الانارة. الانارة قسمناها طبقا للوظيفة وطبقا لطريقة التركيب. تمام، طبقا لطريقة التركيب. طبقا للوظيفة قلنا في نورمال وامرجنسي، وطبقا لطريقة التركيب في ريسيست لومينير وسيرفاس ماونتد لومينير. طبعا في اشكال تانية غير السيرفاس ماونتد والريسيست، في الوول ماونتد مثلا انا ما حطيتوش ليه؟ لان الاشهر قوي 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 الايه الريسيست والسيرفاس. الوول ماونتد قليل قوي لما تلاقي كشاف وول ماونتد فين في المشاريع. هتلاقي، بس انا ما حبيتش ان انا برضو اكبر الموضوع زيادة عن اللازم. تمام، طيب يعني ايه سيرفاس ماونتد ويعني ايه ريسيست ماونتد؟ حد عنده خلفية؟ طالما ما حدش سألني انا هسألك، يعني عشان بس نبقى ايه نبقى واضحين. طالما ما حدش وجع دماغي في الشات وقال لي دي يعني ايه، انا قلت لحضراتكم السؤالين المهمين هم في كنت قلتها انا في المحاضرات اللي على اليوتيوب في دبليو 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 في كام دبليو على ما اذكر ثلاثة او اربعة، وبعدين اتش، لا مش بتاعة المصارعة، كشاف غاطس واخر بارز. تمام، المهندس احمد يونس دبليو دبليو اتش، ده انت متابع بقى يا مهندس احمد. هم اتنين؟ لا مش اتنين، ده هم يا تلاتة يا أربعة. دي أنا اتعلمتها من الدكتور طارق السويدان، وبرضه اتعلمتها من الدكتور صلاح الراشد. الدبليو الأولانية وات، الدبليو التانية واي، الدبليو التالتة وير، الاتش هاو. ممكن لينك اليوتيوب؟ لا أنا بعتذر، اليوتيوب اليوتيوب يا جماعة يعني بس عشان أنا هحترم تقاليد ونظام أكاديمية ملتقى الدارين. القناة بتاعتي اسمها إبداع إنجينيرنج أو إبداع الهندسة، لكن أنا مش هحط لينك احتراما لقوانين وتعليمات الإيه ملتقى الدارين. تمام، إبداع الهندسة سواء صفحة الفيس أو اليوتيوب اسمها إبداع الهندسة بالعربي أو إبداع إنجينيرنج بالإنجليزي. تمام، نرجع لموضوع ال دبليو دبليو اتش. انا بس مش متذكر هم 3 دبليو او 4، دبليو وات، دبليو وير، دبليو وين، اتش هاو. لو سالت نفسك الاسئله دي في اي نقطه، اللي مش قلت لكم الدبليو الرابعه، دبليو الرابعه واي، يبقى 4 دبليو 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 اتش، دول 4 دبليو و اتش واحده. لو سالت نفسك الخمس اسئله دول صدقني اي حاجه هتحطها هتطلع منها اللي انت عايزه، سواء كنت بتشرح او بتعمل بحث او بتعمل تقرير او بتجهز ماده علميه، اي حاجه لو قلت لنفسك دبليو 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 اتش 4WH هتطلع كل تفاصيلها بالكامل. والنهارده المعلومات متاحه لاي حد في اي مكان وفي اي وقت. تمام، نرجع تاني لموضوع الريسيست والسيرفاس ماونت. المهندسه هدى قالت كشاف غاطس واخر بارز، ممتاز.
يعني ايه غاطس ويعني ايه بارز يا مهندسة هدى؟ والسؤال للناس كلها، سيرفس يعني بارز، يعني مش مدفون في السقف. ممتاز. طيب اضيق الدايره شويه عن كلام المهندسه هدى. لحد الان اللي بيتفاعلوا معايا على الشات محمد مصطفى، هدى، احمد يونس، الباقي انا مش شايف حد بيتفاعل، يا اما هم فاهمين قوي وزهقانين من اللي انا بقوله داخل الحائط وخارج الحائط. مهندس عمرو الحمد لله بالسلامه، تمام، داخل الحائط وخارج الحائط، بس داخل الحائط انت كده جاي لنا من النص، احنا بنتكلم على الكشاف. الكشاف ما فيهوش داخل الحائط وخارج الحائط. ماشي، انا انت تقريبا لسه جاي، لسه داخل تقريبا. احنا بنتكلم عن الكشافات، للاسف ده جديد عليا فبسمع ارائكم. المهندسه ايمان، طيب ممتاز، ماشي، ما فيش مشكله، بس انا يعني عايز على فكرة انتوا كل ما تتخيلوا معايا اكتر هتعيشوا الموضوع وهتسألوا اكتر. لذلك انا حابب ان انا اعمل ايه، هقترح عليكم الاقتراح ده ان شاء الله. انا بفضل او بفكر ان انا احط المحاور بتاعت السيشن قبل السيشن على المنتدى بتاع الدورة، احط لكم المحاور واللي عنده وقت يدور فيها عشان يبقى النقاش مثمر. ايه رأيكم؟ اللي موافق على كده يدي فكرة كويسة. مهندس محمد مصطفى، طب اللي موافق على كده يدي واحد. مهندس عمرو موافق، يبقى لينا أجندة يا ريت فعلا. ممتاز. مهندسة شيماء واحد، مهندس معاذ واحد، مهندس محمد مصطفى واحد. طيب تمام، يبقى كده إن شاء الله موافقة زي مجلس الشعب. أحمد يونس موافقة، خلاص كده إن شاء الله. قبل الخميس غالبا بكره باذن الله احاول ان انا احط لكم المحاور بتاعت السيشنز، بحيث ان انتوا على الاقل السيشن التاليه بحيث ان انتوا تبداوا تدوروا فيها ونبدا نتكلم بالتفصيل عن، غالبا ان شاء الله عشان قبل ما احط المحاور اهو هنتكلم عن التقرير بالتفصيل، سواء تنفيذ او مخطط او الكلام ده كله، فهنتكلم عن التقرير من الالف للياء. فابداوا جهزوا عن التقرير، ونرجع نقول ان عندنا واجبين من المحاضره اللي فاتت، الكاثوديك بروتكشن والتايبس اوف ايرثنج، نتكلم عنهم ان شاء الله. واللي عايز يتكلم يجهز مايك المره الجايه ان شاء الله، في اول ربع ساعه هندي له المايك يتكلم في خلال دقيقتين حسب الوقت المتاح. تمام، ارجع للريسيست ماونتد والسيرفس ماونتد. الريسيست ماونتد كشاف بيتركب في السقف. يعني ايه بيتركب في السقف؟ السقف عندي طبقا للمعماري بيبقى متشطب على كذا نوع. يعني نوع التشطيب بتاع السقف لازم تروح للمهندس المعماري تقول له حضرتك الفراغ ده انت مشطبه ايه؟ هيقول لك انا مشطبه كشاف بيتك في السقف المعلق. كشاف بيت انا يا مهندس اسامه، يا مهندس ده داخل باسم انا. طيب ماشي، مين اللي داخل باسمي؟ طيب بتروح تقول للمهندس المعماري يا باشمهندس الفراغ ده تشطيب السقف بتاعه ايه؟ بيقول لك انا عندي تشطيب السقف هنا مثلا سقف مستعار. طب سقف مستعار عباره عن ايه؟ عبارة عن بلاطات 60 في 60، أو في نوع من البلاطات مثلا 30 في 30 ألومنيوم معدنية مثقبة مثلا، وفي جبسن بورد، تمام، وفي تشطيب جبس عادي اللي هو تشطيب الجبس البلدي ده، غير الجبسن بورد اللي هو ألواح جبس وبيشطب بإيه السقف بالألواح الجبس دي، وبعدين إيه يدي سكينة معجون ويشطب. وبالتالي انت لازم تعرف نوعية تشطيب السقف بتاعك ايه. ليه؟ لان بناء عليها هتختار الوحدة المناسبة. الكشاف اللي بيركب في السقف المستعار ما ينفعش يركب لاتش. لاتش يعني ايه؟ يعني اكسبوزد، يعني ما ينفعش يركب على سقف بينتون بلاستر. لو السقف ده بينتون بلاستر اللي هو دهان على الايه؟ دهان على الياسة،
يعني زي السقف اللي عندك في البيت العادي، كل بيوتنا العادية تقريبا أو معظمها تشطيب بنتون بلاستر، مفيش، مش حاطط لا جبسن بورد ولا جبس ولا أي حاجة، هو بس فورمة كده في السقف مثلا في النص عند النجفة، وباقي الكشافات إيه؟ اكسبوزد على طول، متركبة في السقف، تمام؟ على الياسة يعني أو على المحارة. ده بيسموه إيه؟ بيسموه سيرفاس ماونتد أو اكسبوزد. الريسيست ماونتد اللي هو مدفون جوه الايه، مدفون جوه السقف نفسه، يعني انا بشيل بلاطه من البلاطات 60 في 60 وبحط مكانها كشاف مقاسه 60 في 60، او بفتح فتحه دائريه مثلا للسبوت في البلاطه او في الجبسن بورد عشان اركب الكشاف بتاعي ايه اللي هو السبوت ده اللي هو شكله دائري او شكله مربع او ايا كان الشكل بتاعه. طيب بعد كده الجزء بتاع الباور، انا كده اتكلمت عن جزء اللايتنج، تمام. فوتنا الحته الصغيره اللي مش باينه دي اللي هي تخص اللايتنج اند ايرثنج. اللايتنج اند ايرثنج اللي هي منع الصواعق والتأريض. زي ما قلت لحضراتكم ممكن تشتغل في مشروع مثلا في مصر ما بيهتمش بموضوع التأريض، يعني انا اشتغلت مثلا منتجعين في 6 اكتوبر، الاثنين واحد عبارة عن فيلل والتاني عبارة عن كومباوند، مجموعة فيلل وعمارات سكنية، الاثنين تقريبا ما فيش حد فيهم مهتم بالإيرسينج خالص ولا باللايتنينج، ما اهتموش بالموضوع ده. لكن لو عندك احنا هنتكلم عليه بالتفصيل، احنا كده كده موجود ان شاء الله في الكورس بتاعنا هنتكلم عليه برضو بالتفصيل. البرانش الرابع اللي هو الباور وورك. الباور وورك احنا مقسمينها هنا لثلاث برانشات، ادي واحد اتنين ثلاثة. انا زي ما قلت لحضراتكم الخريطة الذهنية بتقسم لي الاعمال عشان ابقى عارف انا رايح فين. انا كده دلوقتي لسه جوه الايه، لسه جوه الاعمال الداخليه، لسه جوه الاعمال الداخليه هنا، تمام. طيب الاعمال الداخليه اتكلمنا، قلنا عن الاجهزه، اتكلمنا عن الاناره، اتكلمنا عن ان في برانش اسمه منع الصواعق والتأريض. هنتكلم دلوقتي عن برانش الباور وورك. الباور وورك اللي هو متقسم لثلاث حاجات، اللي هي عبارة عن الباور كيبلز والباور بانل بورد والباور ديفايسز او اللي هي السوكيتات، سوكيتات الباور، سواء كانت سنجل سوكيت او ثري فيس سوكيت او ديسكونكت سويتش. معايا كده يا شباب؟ اللي مركز معايا يديني رقم 5. خمسة ما شاء الله، ثلاث خمسات بس كده، احنا معانا 10، في منهم 2 اشراف، يعني احنا 8، باقي 5 ما ادوش رايهم. ماشي، اللي داخل باسمي. مين تاني؟ مهندس معاذ. ماشي، الباور كيبلز متقسمة لإيه؟ متقسمة لو فولتج كيبل، ومتقسمة الكيبل تري والكيبل لادر اللي هي حوامل الكابلات نفسها، ومعاها السليف بايبس اللي هو أي حاجة تخص الكابلات أنا بمدد جوه المبنى، ما بمددش إيه؟ ما بمددش ميديم، وبالتالي أنا محتاج أتكلم عن الإيه؟ عن اللو فولتج كيبل. محتاج اتكلم عن طريقه التمديد، بمدد على كيبل تري ولا على كيبل لادر ولا في مواسير، تمام. هنتكلم عن كل واحده من دول بالتفصيل. البرانش الثاني في الباور وورك، البرانش الثاني اللي هو البانل بوردز. البانل بورد عندي ثلاث مستويات من البانل بورد. المستوى الاولاني اللي هي لوحات الديسبو، اللي هي لوحات الايه، الديسبو او لوحات
اللود سنتر او البرانش سيركت بانل بورد، اللي هي اللوحات الصغيره، اللي هي اللوحات الايه الصغيره، اللوحات الصغيره اللي هي واصله من الحمل، من اخر حاجه في الدايره بتاعت الكابلات، اخر حاجه بتربط الحمل بالكابل الرئيسي اللي جاي. بمعنى ايه؟ انا عشان اجي جايب مثلا الكابل الرئيسي مثلا سي 435 زائد 25، انا عشان انقل الباور دي اللي هي جايه في الكابل ده لمثلا ل 100 سوكت او ل 150 سوكت، عشان انقل الباور دي لازم اروح لايه؟ لوسيط. الوسيط ده هو ايه؟ هو الديسبو بانل دي. الديسبو بانل اللي هي اللود سنتر هي اللي بتاخد الحمل من الباور كيبل ترميه على ايه؟ على الاحمال الصغيره بتاعتي او البرانش سيركت، عشان كده سموها البرانش سيركت بانل او الديسبو بانل او اللود سنتر بانل. بتاخد الحمل من الكابل ترميه على الافياش، ترميه على الاجهزه الديفايسز، ترميه على الايكوبمنتس، اي ايكوبمنتس عندي، اللي هي بتبقى عبارة عن بوكس محطوط فيه المين بريكر ومحطوط فيه المينيتشرات اللي هي بتدي للاوت جوينج. اي حاجة في المسار بتاعي من ساعة ما اطلع من محطة التوزيع من عند شركة الكهرباء او من السويتش جير من عند شركة الكهرباء لحد ما اوصل السوكت بتاعي هتلاقيها ان واوت. بمعنى ايه؟ انا اللوحه عندي مثلا الفرعيه الصغيره دي لها ان ولها اوت، اللي هي الديسبو بانل لها ان ولها اوت. الان بتاعها ايه؟ الكابل اللي جاي من اللوحه العموميه. طب الاوت عباره عن برانشات صغيره اللي هي المينيتشرات او المينيتشرات الاحاديه او المينيتشرات الثلاثيه اللي هي بتغذي الايه؟ اللي هي بتغذي الاحمال بتاعتي. انا عندي ان واوت. الان ده مين اللي بيستقبله؟ اللي بيستقبله المولدد كيس سيركت بريكر او المينيتشر سيركت بريكر اللي انا حاطه اذا كانت اللوحه صغيره قوي او اللوحه وسط او كبيره، اللي هي بيتحط لها مولدد كيس سيركت بريكر، ده اللي بيستقبل الان وبعدين ياخده اتحكم فيه بالاون اوف من المولدد كيس نفسه. قال حضرتك تقصد لوحه الشقه؟ ايوه مظبوط، اقصد لوحه الشقه. تمام، هتكلم عنها بالتفصيل. انا بس زي ما قلت لحضراتكم ان انا ايه، انا بدي فكره عامه. مظبوط كلام مهندسه هدى ان هي دي عباره عن لوحه الشقه بتاعتي، كويس كده. بعد كده اللوحه الرئيسيه اللي هي المين ديستريبيوشن بورد او السب مين ديستريبيوشن بورد، اللي هي اللوحه الكبيره الوسيط ما بين مين ومين؟ ما بين المحطه او لوحه اكبر منها. لو انا سب مين ديستريبيوشن بورد يبقى في قبلها مين ديستريبيوشن بورد. طب لو مين ديستريبيوشن بورد ممكن يبقى في قبلها ايه؟ الباكج سب ستيشن على طول او الترانسفورمر مباشره، من الترانسفورمر للو فولتج بانل. تمام، يبقى المين ديستريبيوشن بورد او السب مين ديستريبيوشن بورد. وبعد كده رقم ثلاثة اللي هي الام سي سي، اللي هي الموتور كنترول سنتر لو انا عندي اي احمال حسيه، اللي هي الاندكشن موتورز اللي موجوده عندي. لو انا مثلا شغال في مصنع، لو انا شغال في مشروع كبير عندي مثلا باكجات تكييف او عندي تشيلرات او عندي كومبريسورز او عندي اير دراير او عندي غلايه، كل الكلام ده بنحط له حاجه اسمها الام سي سي او الموتور كنترول سنتر. طبعا في التفصيله بتاعه الباور بانل بورد في منها برضو زي ما اتكلمنا في البي او كيو، قلنا ايه؟ قلنا في منها امرجنسي وفي منها ايه؟ وفي منها نورم. انا برضو ما حبيتش ان انا يعني اتوسع في التفصيله بتاعه الباور بانل بورد وقسم تاني لنورمال وامرجنسي، لان انت اوريدي خلاص عرفت ان في عندك ايه كل التقسيمات فيها نورمال وفيها امرجنسي. البرانش الثالث في الباور وورك
هو السوكتس اند ديفايسز. السوكتس اند ديفايسز في السوكت سنجل سوكت، سنجل فيس سوكت اللي هي السوكت العادي اللي عندنا في البيت، تمام، وفي الديسكونكت سويتش، وفي 3 فيس سوكت. 3 فيس سوكت غالبا بيستخدم في الاماكن اللي فيها ورش، او لو انا المشروع عندي مثلا في ورشه او عندي في احمال 3 فيز ومحتاج له مثلا على سبيل المثال مصنع مثلا البان، في مكنه بسترة مثلا، مكنه البسترة دي 3 فيز، فانا هحتاج ايه؟ هحتاج 3 فيز سوكت عشان اوصل عليه المكنه بتاعتي. هحتاج له مثلا ممكن ديسكونكت سويتش، او هحتاج كومباين سويتش اللي هو ايه؟ كومباين سويتش عباره عن مينيتشر مع سكينه، مينيتشر ثلاثي مع سكينه، او مولد كيس مع سكينه، تمام. هنتكلم عن كل الكلام ده بالتفصيل، بس انا بس ايه بحط لك الموضوع ك جنرال. مهندس محمد مصطفى بشتغل الامرجنسي امتى وامتى اليو بي اس؟ شوف، تغذيه الطوارئ بتتقسم لثلاث مستويات، لمستويين. مهندس محمد الله ينور عليك، سؤال كويس. تغذيه الطوارئ بتتقسم لمستويين اتنين. المستوى الاولاني هو اللي بغذي من المولد، ده المستوى الاولاني اللي هو اقل اهميه، هو مهم بس مش ايه، مش موست امبورتنت. المستوى الثاني واللي هو اعلى اهميه اللي هو ايه؟ اليو بي اس، تمام. يعني انا مثلا لو في مستشفى، لو في مستشفى وعندي سي على سبيل المثال عندي اجهزه في غرفه الانعاش، تمام، اغذيها منين؟ من المولد ولا من اليو بي اس؟ سؤال لحضراتكم، جاوبوني طبقا للي احنا اتكلمنا عنه. من المولد مهندس محمد مصطفى. طب افرض المولد عطل يا مهندس محمد، هتموت كام نفس في الموضوع ده؟ يبقى اليو بي اس. لما قلت لك هتموت كام نفس، طيب خليني اضيق الدايره شويه. ماشي، خليني اضيق الدايره شويه لحضراتكم. اليو بي اس بيتغذى من النورمال ومن المولد. المولد مش بيدخل على طول، بياخد ثواني او دقائق خلال الفتره دي بيشتغل اليو بي اس، بيكون اليو بي اس اشتغل. ممتاز مهندسه هدى. تقريبا اليو بي اس ده فرق كبير بين المولد وبين اليو بي اس، ان اليو بي اس بيخش تقريبا في النو تايم، او مش النو تايم، احنا بنقول نو تايم عشان هو في السكيل بتاعنا نو تايم، لكن مفيش حاجه في النو تايم، هو بياخد ايه؟ ثواني معدوده وبتبص تلاقيه دخل، او الفرق ده ما بتحسهوش، ما بتحسش فليكر ما بين الايه؟ زي ما بتحسه في دخول المولد او في وقت دخول المولد. الديلي بتاع دخول المولد بيبان، بيبقى باين ليك، بتحسه، بتحس ان الكهرباء ايه؟ فصلت وراح بقى المولد داخل تاني، فراحت الكهرباء ايه؟ شغاله تاني. انما اليو بي اس انت ما بتحسش الكلام ده. اليو بي اس بيتوصل عليه الموست امبورتنت، وبالتالي نرجع تاني للمثال اللي احنا ضربناه. لو انت بتدي، لو انت بتغذي غرفه الانعاش، غرفه الانعاش دي حاجه خطره جدا. انت عندك الناس انعاش زي ما بيقولوا، انعاش، فحاجه خطيره. ما ينفعش ان انت تستنى او تقول لا ده انا ايه، ده انا هدخل عليها المولد، لا. يبقى هو اليو بي اس، لان اليو بي اس واخد منين؟ واخد من الكهرباء العاديه بتاعت الشبكه، واخد من المولد نفسه، تمام. يبقى عنده اتنين ايه؟ اتنين مصدر. وضحت كده؟ يبقى انا الموست امبورتنت بغذيه بالايه؟ اليو بي اس، والاقل اهميه بغذيه بالايه؟ بالمولد. وده كله بيتوقف على المصمم، اختيار المصمم. لكن انا زي ما قلت لحضرتك كده، انا خلاص اديتك الفريم العام ان الموست امبورتنت فين؟ على اليو بي اس، والاقل اهميه على المولد. سؤال كويس مهندس محمد، ودخلنا في نقطه كويسة جدا، وكل الناس اتناقشت ودخلت في الحوار معاه. طب سؤال مهم،
اليو بي اس واخد من المولد واخد من الشبكة، ده معناه ايه؟ هل ده معناه انه مش هيشتغل غير لما المولد يشتغل؟ تاني كده، طيب كده المولد احتياطي. السؤال تاني، اليو بي اس قلنا ان هو واخد من المولد واخد من الشبكة، الشبكة فصلت دلوقتي، والوقت اللي بيخش فيه المولد وقت محسوس، يعني سي مثلا نص دقيقة، الديلي تايم مظبوط على نص دقيقة، تمام؟ هل ده معناه ان اليو بي اس هيبقى عطلان في النص دقيقة دي او مش هيشتغل؟ يعني على ما يجيله فيدنج من المولد، ولا ايه الحكاية؟ لا هيشتغل. ليه يا مهندس محمد؟ لا، لانه هو عبارة عن بطاريات. ممتاز، تمام. هو فعلا حسب ايه؟ حسب وضعيته. لو هو شاحن وتمام، المفروض ان هو ايه؟ مش هيحس بالكلام ده اصلا، ولا هيحس بالفرق ما بين ان السورس اللي جاي له دلوقتي شركة الكهرباء او السورس اللي جاي له دلوقتي المولد. هيحس بيه امتى؟ لو البطاريات دي مش مشحونه لاي سبب من الاسباب، حصل عطل في دايره الشحن، حصلت مشكله في التوصيله بتاعته، حد بالخطا فصل السكينه بتاعت اليو بي اس بتاعت الفيدنج التغذيه نفسها، الحالات دي بس هي اللي توصلك لان انت ايه؟ اليو بي اس واقف مش حاسس حاجه. تمام؟ يبقى لازم اعمل ايه؟ في الاماكن الخطره والحساسه مثلا زي المستشفى مثلا، لازم اعمل ايه كمهندس؟ لو انا مهندس صيانه في المستشفى، من اهم الاشياء اللي انا لازم اعمل عليها تشيك دوري ايه؟ المولد واليو بي اس. لازم اتاكد كويس جدا، دايره الشحن مهندس محمد مصطفى الله ينور عليك، او فندق او مطار، ماشي مهندس هدى ممتاز، او مول، ماشي. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اشيك على الحاجتين دول باستمرار، ولازم عشان اشيك لازم ادخله في الخدمه. بمعنى ايه؟ انا عايز اختبر المولد، عايز اشوف المولد هيخش فعليا ولا مش هيخش، او نفصل عنه الكهرباء. افصل عنه الكهرباء اللي جايه منين؟ طبعا مش في وقت ذروه، لا، انا بختار، انا كمهندس صيانه بختار الوقت اللي بعمل فيه الموضوع ده. انا المفترض ان انا عندي وقت ذروه، انا المفترض بكون حريص جدا في اختيار الاوقات اللي انا هشتغل فيها او هصين فيها او هجرب فيها او الكلام ده كله، تمام. بفصل الكهرباء اللي جاله من الشبكه وبشوف دخوله صحيح ولا مش صحيح، ودخوله في الوقت المناسب ولا لا، ودخوله ده تم بشكل تلقائي وبشكل سليم وفي المدة المحددة بتاعت الديلي تايم، وكل حاجة مظبوطة ولا لا. تمام كده شباب، انا لازم اطمن على الحتة دي لان دي ارواح بشر، يعني دايما الحتت الحساسة اللي هي فيها ارواح البشر لازم اكون حريص جدا وانا بتعامل معاها. لذلك انا قلت لكم في الاول، قلت لك حاول تقرأ في اخلاقيات المهنة، الكود اوف ايثكس، كود اخلاقيات المهنة، طيب انا كده الوقت خلص يا شباب. وكان الشباب في الدعم الاستاذه نجله كانت قالت يا ريت ما تمددش وقت السيشن، فاحتراما للمواعيد انا مش يعني انا مددت عشان بس اقول لكم الكلمتين دول، فانا استسمحكم ان شاء الله نكمل المحاضره اللي جايه، وان شاء الله ان شاء الله هنكمل شرح للجزئيه اللي ناقصه في جزء الانترنال وجزء الاكسترنال تاني بالتفصيل، تمام. هنا دي السلايد متكبره، ودي السلايد بتاع الاكسترنال متكبره. بعد كده تقريبا في حاجات بسيطه ونبقى تقريبا خلصنا الايه، خلصنا الاولانيه، وهنبدا بقى في الانترنال ورك، ونبدا نمسك حته حته نشتغل عليها بالتفصيل، تمام. والله ده بقى يعني الوقت خلص يا مهندس محمد. طيب انا ماشي، انتوا حتى لو عايزين، وهل هيرفع اجنده الخميس الجاي يا باشمهندس؟
اه ان شاء الله مهندس ايمن هنحط الاجنده بتاعه الخميس ان شاء الله، هنتكلم فيها عن الباقي جزء الانترنال وورك، هو تعتبره ان انا بحط الاجنده اهوت عشان بس ايه الواجب، هو واجب المحاضره اللي فاتت مهندس ايمن، الواجب نفس الواجب، هنتكلم عن هنجهز ونقرا عن التايبس اوف ايرثنج اللي هم انواع التقريب اللي هو الاي تي سيستم والتي تي سيستم والتي ان اس والتي ان سي اس والتي ان سي، الكلام ده كله هنجيب عنه كلام بالتفصيل، وهنتكلم عن الكوريجن بروتكشن او الكاثوديك بروتكشن هنتكلم عنها برضو، حاولوا تحضروا ونحط يا اما على المنتدى يا اما ندي المايك ان شاء الله في اول المحاضره اللي جايه لحضراتكم اللي عايز يتكلم معانا. هنستاذن الاستاذه نجله، معرفش في امكانيه ان احنا نكمل ولا لا، مش عارف يعني، خليها ترد علينا ان شاء الله، ولو كده ممكن نكمل او نحترم رايها في ان احنا خلاص ما نكملش يعني. استاذه نجله حضرتك معانا؟ تفضل ممكن تكمل هاي الجزئية عشان الشرح يكون مفهوم للحضور للي بيحضروا مسجل. طيب ماشي مفيش مشكلة، على السريع يا جماعة هنكمل، هو ناقص حتة بسيطة بس في الانترنال وورك، كويس ان الأستاذة نجلة يعني سمحت لنا، متشكرين أستاذة نجلة. احنا تقريبا اتكلمنا عن الجزئية دي كده خلاص، اتكلمنا عنها بالتفصيل، تعالوا بقى نتكلم عن اللايت كارنت. اللايت كارنت وورك هنتكلم بقى بالتفصيل برضو ان شاء الله في الجزئين او في الجزء الثاني تحديدا، عن الاي بي تليفون اند داتا سيستم، هنتكلم عن النيرس كول، هنتكلم عن الكلوك سيستم، هنتكلم عن السكيورتي سيستم، هنتكلم عن السي اس تي في، السي اس تي في اللي هي الكاميرات المراقبه كلوزد سيركت تلفزيون سيستم، البابليك ادرس او البي اي سيستم، الفاير الارم سيستم انذار الحريق، الانظمه دي كلها ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها حتى ولو بخطوط عريضه زي ما احنا بنتكلم كده، هعرفك انت تروح ازاي وفين، وزي ما بقول لحضرتك لو مسكت حته واحده وقعدت تتعمق فيها وتقرا فيها وتدوس فيها في الاتجاه ده هتبقى عارف انت رحت فين من الخريطه الرئيسيه. يبقى احنا عندنا خريطه رئيسيه اهي الانترنال وورك اهي الخريطه الرئيسيه، بنتحرك يا اما في اتجاه اليو بي اس اللي هو الديفايسز، طبعا اليو بي اس احنا لو بنتكلم في مستشفى مثلا هتلاقي اجهزه كتير جدا، هتلاقي مثلا كومبريسور، هتلاقي الناتشرال جاز، هتلاقي الهواء مضغوط الهواء بتاع الاكسجين، هتلاقي مثلا اجهزه التعقيم، هتلاقي اجهزه كتير جدا، هتلاقي البويلر، هتلاقي تفاصيل كتير جدا، الغسيل الكلوي، هتلاقي تفاصيل كتير جدا عن الديفايسز دي. زي ما بقول لحضرتك انا دلوقتي بعرفك بس الخيط اللي انت تمسكه وتشتغل عليه، تمام؟ لو انت بتقرا في الديفايسز هتبقى عارف ان انت شغال دلوقتي انترنال وورك، شغال في جزء الديفايسز. في الاناره هتبدا تتفرع وتقرا اناره نورمال وامرجنسي، طريقه التركيب، مش عارف الكلام ده كله، التقريض ومنعه الصواعق، الباور وورك زي ما اتكلمنا، الكيبل، يعني انا مش عايز اعيد الكلام تاني، زي ما قلت لحضراتكم ده كده اناره باور تيار خفيف واجهزه ومنع صواعق وتقريض، ادي الاعمال اللي انت بتعملها كاعمال داخليه في الكهرباء في اي مشروع هتشتغل فيه، سواء كان مستشفى، مول، كومباوند سكني، اي حاجه، اي مثلا كليه، مدرسه، اي حاجه هتشتغل فيها هتلاقي الكلام ده بلس ماينس حسب الايه، حسب السكوب بتاع العقد بتاعك. اعتقد كده الامور وضحت في الانترنال ورك يا شباب، اي حد عنده استفسار في 3 دقائق عشان نتوكل على الله ونقفل السيشن بتاعنا. حد عنده استفسار يا شباب؟ طب حد فيهم حاجة؟
طيب ماشي يا مهندس محمد، انت فاتح نفسي النهارده يا مهندس محمد. انت والمهندسه هدى اكتر اتنين اتفاعلتوا معايا. ماشي يا مهندسه شيماء. مهندس عمرو ما شاء الله مشاركتين اتنين، حطيت رقم واحد وجيت في اخر المحاضره قلت تمام. لا انت كنت في المحاضره اللي فاتت انشط من كده. مهندس ايمان ممكن ترفع لنا المكاتب الاستشاريه؟ المكاتب الاستشاريه تخصص كهرباء قوى الموثوق فيها واخد منها خبره. لا والله انا يعني انا قلت المكاتب اللي انا اقدر اقول لحضرتك عليها اللي انا يعني اشتغلت معاها وعارف هم شغالين ازاي. مثلا مكتب، انا اسمع عن صبور، يعني كل الناس بتشكر في صبور لكن انا ما اشتغلتش بصراحه مع صبور، لا درست عطاءات منه ولا اشتغلت معاه. في صبور، في شاكر، انا اشتغلت مع شاكر ما شاء الله اكتر الناس اللي ممكن تستفيد منها، سواء اشتغلت معاه دراسة او اشراف او تصميم او الكلام ده كله، اكتر الناس اللي ممكن تستفيد منها شاكر، وطبعا يعني هو يستحق انه يبقى وزير كهرباء يعني. ف شاكر واي سي جي وصبور دول اكتر اكبر ثلاث مكاتب استشارية انا شخصيا اعرفهم، عشان حضرتك تفضل معانا. ماشي يا مهندس محمد. تمام مهندس عمرو، وهتكون زعلان، انا بس حابب انك تشارك معانا لان انت كانت مشاركتك المره اللي فاتت افضل من كده، بس واضح ان انت عشان دخلت متاخر فمعرفتش توصل معانا يعني بسرعه. طيب ان شاء الله القاكم على خير ان شاء الله الخميس اللي جاي. ما تنسوش الواجب بتاعنا، وانا كمان عشان مبتدئه بعتذر. ماشي مفيش مشكله مهندسه ايمان، احنا كلنا بنتعلم مع بعض، وإن شاء الله يعني تكون بادرة خير مع بعض إن شاء الله. مهندس أحمد يونس بيرفع إيده، اتفضل يا مهندس أحمد. بالمناسبة يا جماعة أنا مش عايز أي حرج في إن حد لسه مثلا خريج أو مبتدئ في الموضوع أو بيسأل سؤال شايف إن هو أقل من مستوى الناس اللي موجودة، كلنا كنا كده. يعني انا هخلي ان شاء الله باذن الله محاضره في اخر السيشن ده اكلمكم في جزء عن، وهخليكم تتكلموا برضو عن تجاربكم اللي هي حصلت ليكم، سواء كنت في الكليه او في الجزء اللي اشتغلت فيه مثلا. صدقوني اول حياتك مفيش مشكله خالص انك تلخبط وتتعلم وتغلط وتسال اسئله، يعني زي ما بيقولوا كده اسئله غبيه، مفيش مشكله خالص ولا ادنى مشكله، والحمد لله يعني خلي صدركم راحت وبنتحمل، اتحملوا برضو انتوا كمان، يعني الناس اللي هي فاهمه الجزئيه واحنا بنستطرد فيها يا ريت يتحملونا عشان اخواننا اللي لسه ايه مبتدئين، ويكون الموضوع ابسط بالنسبه لهم. خلاص كده يا شباب، افكركم تاني بالواجب الكوريجن او الكاثوديك بروتكشن والتايبس اوف ايرثنج، عايزين ان شاء الله يا اما على المنتدى بتاع الدوره اللي نشرته الاستاذه نجلاء وهتنشره تاني ان شاء الله لحضراتكم، و اتفضل يا استاذ يا مهندس احمد. مهندس احمد يونس كان رافع ايده، اتفضل يا مهندس احمد لو عايز حاجه تقولها، لو عايز المايك ممكن ندي لك المايك، لو عندك مايك مفيش مشكله. ماشي شباب خلاص كده ان شاء الله خلصنا المحاضره. ما تنسوش سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله، ويكون بدرة خير إن شاء الله ليكم، وتبدأوا بيها حياة مهنية. هو ينفع وقت السيشن يطول شوية؟ أنا والله بالنسبة لي لو قاعد معاكم ل 12 أنا ما عنديش مشكلة، لكن المشكلة إن اتفضل 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 مهندس امين. لسه جديد، انا اول مره اشوف الاسم في الشات. مهندس محمد بيقول لو ينفع طول السيشن يطول شويه، انا والله ما عنديش مشكله، بل بالعكس انا يعني حابب ان انا يعني اقعد مع الناس اللي هي بتتفاعل معايا اكتر وبتتكلم معايا، تمام. لكن الاستاذه نجلاء بتقول ان عشان مشكله الدعم الفني والكلام ده كله. اتفضل اتفضل مهندس امين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلم أكتر بالعربي. بالعربية الفصحى يعني؟ والله إحنا إحنا عرب ولسنا عرب، لأني من تونس. طيب، هو كان السويدان ليه كلمة حلوة قوي في الموضوع ده،
ان اللهجه المصريه تقريبا بيفهمها كل اخواننا العرب، بس مش عارف اخواننا في تونس ايه. يعني انا ليا زميل هنا شغال معايا من تونس، ما تفهمش انجليزي، ما بنفهمش انجليزي. يعني انت تقصد المصطلحات، المصطلحات اللي هي مثلا كيبلز ولو فولتج كيبل وكيبل تريز والكلام ده كله. تمام، ماشي مهندس امين، انا بعتذر لحضرتك، بس كان المفروض يعني ايه تجيبها لي من الاول. يعني ان شاء الله هترجم، حاضر تحت امرك، وكويس انك لفتت نظري للنقطه دي. اتمنى ان هي كانت تكون من اول المحاضره، بس معلش ان شاء الله نوعدك في المحاضره اللي جايه ان احنا ايه هنترجم الكلام ده كله. مفيش مشكله، تحت امرك. بس اتمنى يا شباب ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه اي حد عنده استفسار على طول يديني على الشات عشان يوجهني في الاتجاه اللي هو عايزه، وما يقعدش بقى ايه علامه الاستفهام عماله تلعب في دماغه وسايبني انا بتكلم في وادي وهو في وادي تاني. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله الخميس تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اتمنى تكونوا على الاقل خرجتوا ب على الاقل معلومتين او ثلاثه يكونوا ثبتوا في دماغكم كويس جدا، تستفيدوا بيهم وتفيدوا بيهم غيركم. العلم اللي تعلمتوه صدقه جاريه، لازم تعلموه لغيركم عشان يزيد. صدقوني انا لما بدات المحاضرات المجانيه دي انا والله شخصيا اتعلمت كتير جدا. اتمنى انكم تعلموا كل اللي حواليكم وتفيدوا المجتمع بالعلم اللي انتم بتتعلموه. اشوفكم ان شاء الله الخميس اللي جاي. متشكر استاذه نجله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحت امرك مهندس امين، شكرا لكم.